هذه الأوقات الحمد لله وسائل الدعوة ميسرة جدا. نخنون بي ولي ألوني الحمد لله نسوباي كنون كدعوة تقن الله كنيس رمضان. نستطيع ندعو لله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الآن فيسبوك تويتر واتساب مثلا. جن آج برام نسوباي تمنع تمنون دوجي فيسبوك واتساب نون كدعوة. لكن المشكلة أن كثير من الناس هدان الله إياهم يستغلوا هذه الوسائل فقط في ضياع الوقت. قبل تاي منو موي جمنون ثم سن خم تا الله سبحانه وتعالى بدال بان جنال بان هاي أكاد قد برام نسوباي تنلي خنون كاب أو نشر الخرافات الحديث الموضوع مثلا رك سرا تشريو نو اوي دال من صمرم دجي حديث دال كي ات برا جي دام. لابد ان نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوسائل جام با جين ترو تا خلاي الله سبحانه وتعالى خنون كا برا برا مجوباي تين ني جين من ترو برا برا مجوباي تين ني دامبي برا صبساي نو اوي دال كوبي اسلام لاي.